حكمة الشيوخ أغلب حضرك كأنت شخصيا يعني أم وجهة نظر يعني كافة أعضاء جمعية. مرحبا يا أبو. هلا ومرحبا ابني. ها شبيك اليوم؟ شو مهموم؟ مو على بعضك. اليوم قريت بالجريدة خبر على قانون الانتخابات. شو يقول الخبر؟ لازم تكمل 30 سنة يلا تقدر ترشح نفسك وتصير عضو مجلس النواب. صحيح. أنا ويا جارنا أبو محمد كنا نحكي هالموضوع اليوم الصبح. هذا القرار غلط. ابني أنت لازم تخدم بلدك. أنتم الشباب اليوم كلكم حيوية وحماس. مرحبا. هلا يوم. أنا سمعت اللي حكي اللي دار بيناتكم. أبوك على شبابنا يقدرون يسوون تغيير بالعراق. ضروري جدا ان ندخل شبابنا بمجلس النواب. ابني تعرف لو ردنا نغير العراق لازم اولا نبدا بانتم الشباب.